ان شاء الله يا ربي تكونوا بصحه وخير وعافيه قبل نمشيو لحراير تونس اليوم نحتفلوا يوم غره جوان وانفان غره جوان جاي هو نحتفلوا معكم بعيد ميلاد اماني بوبكري صديقتي واختي المزيانه امين الضحاكه من القلب الباهي. نقول لك ان شاء الله كل عام وانت حيه بالف خير، ربي يخلي لك الصغيرات انس وتوتا ان شاء الله تشوفهم في اعلى المراتب، وان شاء الله يا ربي ديما وانت بالف خير. أمونة إن شاء الله كل عام وانت حية بألف ألف خير، بيخلي لك الصغيرات وباش نمشي بيك ومعاكم لحراير تونس. حراير تونس، حراير تونس ما تنجم تكون كان ضيفتي فيها سيدة نايلة ميرا نائبة رئيس الهيئة التأسيسية الوطنية للجمعية التونسية للنهوض بالصحة النفسية. صباح النور مدام. صباح الخير ليك ولكامل الفريق ويوم موفق للجميع. شكرا ليك المعتاد، مواضيعك الرائعة للغاية، أنا نعتبرها شخصيا مواضيع هايلة هايلة. باش نحكي على الحياة بعد التقاعد، المرحلة هذه أنت في الكواليس كنا حكينا شوية، قلت لك على قد ما هي مزيانة على قد ما هي صعيبة شوية، قلت لي لازمنا نحضروا لها، كيفاش نحضروا لها؟ هيك نبداو بالمفاهيم ساعة. كي نقولوا التقاعد أنا تظهر لي سلبية ياسر، كأني باش نقعد ما باش نقعد. ليه لطف عليك. أنا نحب نسميها فترة الاكتفاء من العمل. أيوة. أنا باش نخطلها، أنا حريتي أنا شخصية مش تدخل فيها. كيفاش باش نخطلها؟ مش يولي عندي نظم النوم متاعي، أيوة. نظم ليجين دو في متاعي، الانشطه متاعي، هذه الكل انا باش نخطط له وملي انا نخدم. يعني تقرا فتره التقاعد نخطط شنو باش نعمل، شنو مصيري فك الفتره هذيك، جو في ديبوندر دو كي، يا اندرا باش نعيش حياتي ولا باش نقعد ديما على خاطر الاخرين. ايوا باش نخطط سيت فواسي باش نكون انانيه شويه. كيفاش باش اما نحضر روحي ننخرط في المجتمع المدني اللي هو تخي نوبل، جو تروف كو سي اون اكتيفيتي تخي نوبل في المجتمع المدني، مش تعاون شباب او ميم طون مش تكمل تخدم بلادك، مش تكمل تخدم. شوفك الكلمه ما احلاها خدمه، يعني خلينا نقولوا شخص باش يستثمر عصاره معارفه وتجاربه وخبراته من بعد. ايه اكل اللي انا اكتسبتهم خلال الفتره اللي كنت نخدم فيها ما فيها باس ديما نستثمرهم وجلي ترانسمي للشباب هذوك اللي انا اللي باش نخدم معاهم، ليكيب اللي باش نخدم معاها. به خططت لهذيا باش نقوم زاده بحوايج بريفونتيف لصحتي، باش ما نقعدش جو ديبون ديما بالدويات. باش نعمل اون اكتيفيتي فيزيك، لازم ريجيم اليمونتير، معناها توت ان هيجين دو في، وباش ننظم النوم نتاعي والانشطه نتاعي، معناها باش نولي يعني مدام خلينا نقولوا باش يولي على راس اولويات اهتماماتي هي نفسي. اي باش تولي مش تولي حبي لذاتي وقتها باش انا باش نكرسو. خاطر انا كنت منسيه، كنت نخدم اللي هي بعائله اللي هي باولاد اللي هي بالعمل ليكيب اللي نخدم معاهم، مخي ديما يخدم في الخدمه نتاعي خاطر سي مسؤوليه كانت عندي كبيره. دونك المسؤوليه هذيك راهي تاخذ لي من بدني وتاخذ لي من عقلي وتاخذ لي من صحتي. وابخي تو انا كنت نخلص عليها راهو ما سيتي با غراتوي بور نو با دير، احنا معناها مانيش نتشكى ونتبكى انا هوني خاطر سيتي با غراتوي. بون باش ننظم حياتي وبربي ما بين فري لي مامي ما تخليوهمش غاردوري لصغيراتكم، هما راهم رباو وتعبوا وكبروا اجيال في وقت فريمون وقت الشده يشدوا لكم صغيراتكم، مي ما تكثروش عليهم وتحصروهم في الدار. لكن الحسره هذيك مش تجيب الاكتئاب، مش تعمل لهم ديبرسيون، مش تعبهم نفسيا ومش تعبهم حتى في صحتهم، خاطر جيغي ان انفون في وقتنا هذا راهو سي تري ديفيسيل بالطبيعه، ومسؤوليه كبيره. ولد بنتي ولا ولد ولدي راهو مسؤوليه كبيره مش كيما ولدي. خلينا نخليهم للضروره القصوى، قلت لك فريمون وقت الشده نعاونوا فيهم الاجيال هذوما، نعاونوهم في صغيراتهم وقت الشده، مي ما تكونش اون ابيتود راهي. طبعا كي تولي اون ابيتود راهي تجيب الاكتئاب والتعب وتمرض اكلي في العمر في سن شيخوخه راهو سيدي صحيح. هو توا حتى نشوفوا اي امراه ولا راجل يقول تا خلي عند امي تا خلي عند حماتي بلدي ولا بنتي، ولا يولي عند غواكيه زاده مش فوالا. اي تولي تشبيك خرجت اليوم
ما كنت معامل باش نخليك ولا معامل باش نخلي عندك ولدي ولا بنتي، وكيفاش تخرج وكيفاش ما تعلمنيش، وكيفاش تمشي المناسبه ولا كيفاش تمشي الجمعيه ولا اي حاجه. يعني يتحسر الشخص، يتحسر خلينا نقولوا. واش نقول لك، راه الترفيه وكلي جين دو في اللي كنا نقولوا فيه ينقصوا له من حده الامراض المزمنه اللي عنده، راه خاطر باش يقعد بالدواء وباللي برودوي شيميك ان با ايفولوي. راه انا نعاون ان نفسيتي بالترفيه بالخروج، ما نقعدش بين اربع حيوت، خاطر انا ديجا كنت في بير ولا في قسم ولا في عياده، حياه اخرى هي حياه اخرى، سي نوتر في يفو سافوار لا جيري، انا باش نتحكم فيها. وشنو النجم المدني اللي نعتبروها اكثر سلام، اكثر استقرار، اكثر توازن، اكثر راحه بلوتو، اكثر ترفيه واكثر وقت انا نتحكم فيه، خاطر هو الوقت اللي يحكم لك فيه الاخر يعملك برشا ستريس ومسؤوليه، وتولي انت فما اكتئاب وفما ديبريسيون وقت الخدمه، اون ديبريم غير ما نشعروا وقت الخدمه. توا انا جو في جيري وقت الفراغ نتاعي، وانا ما نحبش نقول نملا اكل وقت الفراغ، راه ماهوش وقت فراغ، راه وقت حلو نتاعك انت باش تتمتع فيه، انت مش تختار شنو النشاط اللي مش تقوم به. ويا حبذا النشاط هذا مش يفيدك انت وديما يفيد المجتمع الغير. خلينا نقولوا ما تتطور الشخصيه، ما تقفش لا عند حد ولا عند عمر معين، ولا عمر مجرد راك مازلت مش تثقف ومازلت مش تقرا، راهو قد ما تقرا وتطالع وتثقف نفسك وتمشي للسينما في العمر هذاك، قد ما تنقص من حده مرض الزهايمر. ما تنساش هو قاعد يتكاثر تو، علاش قاعد يكثر تو الزهايمر؟ ماكل انزواء وماكل اكل وحده وماكل مسكر عليا الدار، وانا بالتقاعد وماكل خوف وماكل بانيك من التقاعد، ابار لو كوتي الطبي انا ما نجمش نحكي فيه خاطر ماهوش ميداني انا، مي لو كوتي النفسي انا نشوفهم اللي تعرضوا للزهايمر في العمر هذاك، خاطر ما فماش شكون شجعهم باش يتخطاوا برشا صعوبات اللي يعرضونا وقت التقاعد. وفما زادك اللي يخرجوا في التقاعد المبكر كيف نحن les enseignants 55 سنة كمان مازال عنده الصحة ومازال عنده السوفل باش يعيش حياته وباش ينتج في المجتمع. كلمة ينتج راه مازال ينتج، راه مازال يعطي، لا للإقصاء طبعا، واللي عنده الإمكانيات المادية ونجم يحل مشروع ويخدم معاه الشباب يا حبذا، واللي ما عندوش إمكانيات يدخل في المجتمع المدني اللي أنا نعاود نقوله جو تخوف كو سي فريمون سي تخي نوبل، مش تخدم في جمعيات هكا محمية من الدولة، وأنت تخدم في المجتمع وتخدم في الشباب وتخدم في الطفولة وتخدم في كبار السن، راه عندك برشا مجالات في المجتمع المدني. صحيح. وتخدم وتنجم زادة تثقف روحك، تعمل بانتور، تعمل سينما، تعمل كلوب دو شو، ما خلطتش تعمله قبل تنجم تعمله في الوقت هذاك. بروفيت دو لا في كوم الفو سيت فواسي. صحيح برشا. ولكن اليوم فما خوف ممكن، خلينا نقولوا من الرقم، خلينا نقولوا من التقاعد، مادام ما نجموش نكروا اليوم اللي فما خوف، تقول كيفاش ولا يقول كيفاش نبدا حياتي انا من بعد سنست بالخدمه، بالاخص المده الاولى حتى حابب ما يتخيل حياته بلاش خدمه ولا بلاش النشاط اللي معتاد يعملوا. لهنا رؤيه الشخص في حد ذاته تختلف ممكن من شخص لشخص، وممكن زاد لازم التهيئه النفسيه تكون هي المرحله الاولى. انا نهيئ نفسي قبل ما نخرج التقاعد بفتره، انا من قبل بخمسة سنين عرفت روحي خارجه في التقاعد المبكر، واذا ربي عطاني العمر قلت مازال عندي ما ما, ما 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 نعمل، دونك خططت وعملت خيرت المجتمع المدني وميدان بتاعي الطفوله ذوي الصعوبات واضطرابات صعوبات التعلم ديما في التعليم. انا حذامي اليوم خرجت في التقاعد لو 22 اكتوبر، لو 23 اكتوبر رجعت المدرسه في التقاعد، خاطر عندي في الجمعيه الصغيرات نتاع صعوبات التعلم اللي انا ما خذتهم اون شارج في الجمعيه، رجعت كم في مهمك، دونك لو كوتي مورال نتاعي الحمد لله لاباس. وعلاش؟ خاطر انا حضرت اخترت وعرفت شنو الميدان اللي نمشي فيه واللي ما يقلقنيش ماديا ومعنويا وفي صحتي في التقاعد، اللي هو الميدان نتاع الطفوله ذوي الصعوبات. وخاطر انا ام ونشوف الامهات اللي عندهم الصغيرات هكا ذوي الصعوبات والاحتياجات الخاصه الشي قاسيو، يلزم شكون معاهم، دونك اتطوعت باش نكون معاهم. يعطيك الصحة مدام كيما العادة، يعطيك الصحة بركة. شكرا لك. قبل الختام بربي ما ديما نحب ناخذ من عندك كلمة هكا إيجابية للناس اللي يقول يزي وما تخرجش وما تعملش، واللي فما وريته وفيه البركة خذ كتاب وأقراه وقعد في دارك وكاها ويزي، سواء كانت المرأة ولا كان للراجل، رسالة هكا تبعثها من عندك. شنو نقول لهم؟ رسالة، راهو إنساجي با لا دو إمكانيات مادية، مش ما عنديش فلوس نقعد في الدار، أنا في التقاعد وما بونسيون دو روتريت ما نجم نعمل بها شيء. راهو العمل في المجتمع المدني والترفيه
فيه ما يطلبش برشا فلوس. صحيح. اكتيفيتي فيزيك، ريجيم اليمونتير نتاعي باهي باش ما نقعدش تحت رحمه الدواء والكنام. نظم نومي، نظم خرجاتي، وانا حق من حقوقي باش نرفع على روحي مره ومرتين في الاسبوع. وكي ننشط في الجمعيه نختارها، نختار الجمعيه اللي ما تعبنيش. ما تعبنيش لا ذهنيا لا بدنيا. وعيشوها لحياه، راهي سي اون نوفيل في كمان. العمر ما يخوفكش، خاطر العمر ما عنده حتى، مجرد رقم. صحيح. مادام ربي يعطاك صحة البدن، ومادام ربي يعطاك عقل، ومادامك تحب الحياة، يفو إمي لفي باش تعيشها. وربي مع الجميع. أمين يا ربي، حبوا بعضكم وحبوا الدنيا. هذه الرسالة اللي نختموا بها. حراير تونس، حراير تونس.